مساء الخير، النهاردة هنتعلم نعمل كفتة داوود باشا بالمكرونة. تعالوا نشوف المقادير. بالنسبة للكفتة، نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة كبيرة مبشورة وزنها تقريبا 100 جرام، حوالي 3 معالق كبار بقدونس متقطع قطع صغيرة، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بهارات، معلقة صغيرة جوز الطيب، معلقة صغيرة ملح، 3 معالق رز مطحون. دول تقريبا 2 معلقة رز غسلتهم ونقعتهم في مية لمدة ربع ساعة، بعد كده صفيتهم المية كويس قوي وسبتهم لما نشفوا خالص وطحنتهم في المطحنة وخدت منهم 3 معالق كبار. بالنسبة لمقادير المكرونة، هستعمل تقريبا 1.25 كيلو مكرونة. في كفتة داوود باشا يفضل المكرونة الصغيرة أي نوع. 2 كوباية صلصة طماطم أو ما يعادل تقريبا 1 كيلو طماطم طازة مضروبة في الخلاط ومتصفية ونغليها بس غلوة واحدة. هضيف عليهم 2 معلقة كبار معجون الطماطم. مع الصلصة هضيف تقريبا 1 كوباية مية، بصلة متوسطة متقطعة قطع صغيرة، تقريبا 50 جرام طماطم مجففة. الطماطم المجففة دي عبارة عن برطمانات صغيرة الطماطم محطوطة في زيت، ممكن احنا نعملها في البيت، الوصفة موجودة على نفس القناة. لو اشتريتها مجففة وناشفة، كل اللي هعمله ان انا هنقعها شوية في مية وصفيها كويس قوي واقطعها. 1 معلقة صغيرة ملح او حسب الرغبة، 1 معلقة صغيرة فلفل اسود، ممكن في الاخر ارش عليها جبنة رومي مبشورة او جبنة بارميزيان، ده حسب الرغبة. وهستخدم هنا الزيت. تعالوا نشوف الطريقة. اول خطوة هعملها هجهز الكفتة. هحط الاول اللحمة واحط عليها كل المقادير، البصل كله بالمية بتاعته لان الرز هيتشرب من مية البصل، والبقدونس، فلفل اسود، جوز الطيب، بهارات، والملح، والرز. اخلطهم الاول كويس. كده انا خلطتها كويس، هغطيها دلوقتي واسيبها لحد ما اجهز المكرونة عشان ادي فرصة للرز ان هو يتشرب من عصير البصل ومن اللحمة. في نفس الوقت ممكن اعمل الخطوة دي قبليها بليلة. تاني خطوة هعملها هسلق المكرونة. هسلقها في حوالي 2 لتر مية مع 2 كبار ملح. المهم ما تكونش مستوية قوي لان لسه هتدخل الفرن. وفي نفس الوقت وانا بسلق المكرونة هجهز الصلصة. بالنسبة للصلصة هجيب حلة صغيرة واحط فيها تقريبا 2 كبار زيت، وعلى طول احط البصل واخلي النار عالية واحمره لحد ما لونه يحمر خفيف، يبقى لونه اصفر. زي ما احنا شايفين البصل لونه اصفر. هحط على طول دلوقتي الصلصة ومعجون الطماطم والفلفل الاسود والملح والمية، اقلبها كويس واستنى لما تغلي واطفي النار على طول. في الوقت ده ممكن ادوق الملح. هي كده غليت، هطفي النار واسيبها دلوقتي. زي ما احنا شايفين انا سلقت المكرونة نص سلقة وجهزت الصلصة في نفس الوقت. هبتدي دلوقتي اجهز الكفتة. زي ما احنا شايفين اللحمة تماسكت لان الرز اتشرب مية البصل ومية اللحمة. هبتدي دلوقتي اعملها كور صغيرة، بس الافضل وانا بعملها كور ابل ايدي في مية بالمقاس ده كده. انا جهزت كل كمية الكفتة، النص كيلو لحمة عملوا تقريبا 25 واحدة. هبتدي دلوقتي اقليها في زيت غزير.
هجيب مقلاية صغيرة وأحط لها كمية كافية من الزيت، لأن الزيت لازم يبقى غزير شوية. ليه استخدمت مقلاية صغيرة؟ عشان ما استهلكش كمية زيت كتير. هحمرها والنار لازم تبقى عالية طول الوقت، لأن أنا مش مطلوب أسويها، أنا بس هحمرها وأخليها تتماسك. أول ما الزيت يسخن أحط الكفتة على طول. نلاحظ إنها هتحمر بسرعة قوي. كده دي كفاية. مهم قوي النار تبقى عالية عشان خاطر ما تفقدش ميتها، مش هتاخد اكتر من نص دقيقة من كل نحو. هو كده الكمية كلها خلصت. هطفي النار واتخلص من الزيت ده، ما ينفعش استخدمه تاني. كده انا جهزت كل حاجة، المكرونة والصلصة والكفتة. هبتدي دلوقتي اجهز الصينية. هحط الاول المكرونة، وبعد كده احط عليها الطماطم المجففة واقلبها بحيث ان الطماطم تتوزع على كل المكرونة. في الوقت ده انا هولع الفرن على 350 فهرنهايت، تقريبا 180 درجة مئوية. كده اتوزعت كويس. بعد كده احط الصلصة واقلبها. وبعد كده احاول اسويها كده. وبعد كده احط الكفتة، وانا بحط الكفتة احاول اغطسها جوه المكرونة بالطريقة دي كده. في الوقت ده ممكن احط جبنة او ما احطش حسب الرغبة. انا هحط حاجة بسيطة، وبعد كده احطها على طول في الفرن. هتقعد تقريبا نص ساعة. زي ما احنا شايفين استوت، خدت تقريبا نص ساعة لحد ما لقيت الوش احمر كده. هغرفها دلوقتي واقدمها وهي سخنة. زي ما احنا شايفين ده شكله النهائي، بيتقدم مع اي نوع من السلطة الخضراء وتعتبر وجبة كاملة. حاولوا جربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.